الأول من تشرين، الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في بغداد والمحافظات عام 2019. المتظاهرون انطلقوا من ساحة الفردوس باتجاه الباب الشرقي وسط بغداد، حاملين صور شهداء التظاهرات وهم يرددون شعارات مطالبة بالحقوق والخدمات، فضلا عن مكافحة الفساد وهدر المال العام وتوفير فرص العمل. خرجنا اليوم نحن من جميع محافظات العراق ومن بغداد العزيزة للتعبير عن وقفتنا وللتعبير عن إيمان هذا الشعب بضرورة التغيير. نحن نعمل إلى تصحيح العملية السياسية وإلى المشاركة في هذه العملية السياسية في الأطر العقلانية. طلبنا النزاهة، توفير فرص عمل للمواطنين، هاي أكيد يعني تغطية سليمة للدولة، عدم سرقة المال العام. المشاركون في ذكرى احتجاجات تشرين شددوا على أهمية دعم دولة المؤسسات واعتماد خطط إصلاحية في إعادة الحياة إلى الزراعة والصناعة العراقية، فضلا عن إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن. هذه المطالب وبحسب المتظاهرين يمكن أن تتحقق في حال اختيار الكفاءات ووصول الشخصيات الوطنية إلى مواقع صنع القرار عبر الانتخابات المرتقبة. مقبلين على انتخابات جديدة، نتأمل بهاي الحكومة الجديدة أنه تتحسن الخدمات والمطالب اللي نفسها اللي استانت بهذه المظاهرات، إن شاء الله بهاي نأمل خير بالحكومة الجديدة أنه تتحقق. أكيد لازم نشارك بالانتخابات، بس نختار الشخص الكفو، عملي مهني زين، يدعم الشباب، يدعم الخريجين ويقدم خدمات يعني للبلد. عامان مر على انطلاق تظاهرات تشرين ونداءات التغيير تجددت مع توافد المحتجين باتجاه ساحة التحرير، مطالبين بحقوق الشهداء وتحقيق الإصلاح، فيما يرى آخرون أن التغيير يتحقق عبر صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في الانتخابات بعد أيام. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد.